السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيت. كتير عملنا جدول تنظيف للبيت بس للأسف مش بنقدر نكمل. السبب إننا لما بنختار جدول يا إما بيكون مش مناسب لوقتي أو مش مناسب لشخصيتي أو ضعف الإرادة. يعني أنا اخترت جدول وحددت له وقت وعندي وقت كافي ومساحة كافية إن أنا أنفذ الجدول ده، لكن في ضعف في الإرادة، بأجل بسوي. فلو كان السبب إنك اخترتي جدول مش مناسب لوقتك وشخصيتك، إحنا بإذن الله هننزل هنا على القناة أكتر من جدول. اما لو كان السبب في ضعف الاراده، فهنا باذن الله في الفيديو ده هقولك على النقط اللي هتساعدك على نجاح اي جدول. هما 6 نقط هنركز عليهم وهناخد بالنا منهم. النقط دي هتساعدك جدا ان انتي تشتغلي على اصلاح بيتك واصلاح حياتك. فما تستنيش الحياه تكون وردي عشان توقفي تضييع الوقت، ما تستنيش كل الظروف تبقى مناسبه 100%، لان ده مش هيحصل. الحياه محتاجه تركيز، فبلاش نكمل حياتنا كده. تابعي معايا النقط اللي جايه، الموضوع يستاهل. خلينا دلوقتي نتكلم عن الأسباب اللي هتخلي أي جدول ينجح معاكي بإذن الله. أول حاجة، ابعدي عن أي مشتتات. طبعا أولهم التليفون، يعني ابعدي التليفون عنك خالص لمدة ساعة أو ساعتين أو لغاية ما تخلصي المهمة اللي انت محدداها. في مشتتات تانية؟ أيوة، في مشتتات تانية. أولادك، زوجك، الناس اللي موجودة معاكي في البيت، فهميهم إنك هتبدأي شغل، وياريت محدش يطلب مني حاجة، واللي محتاج كوباية مية كوباية شاي ياريت يعملها لنفسه، وانا مش متاحة لمدة ساعة او لمدة ساعتين او ايا كان الوقت اللي انت هتقضيه في المهمة اللي انت هتعمليها. طبعا لو عندك بيبي او عندك طفل صغير، يفضل ان انت تبدأي مهمتك وهو نايم او هو موجود مع اخواته او مع باباه، علشان تقدري تعملي المهمة من غير ما في اي حاجة تقاطعك في الوقت اللي انت بتشتغلي فيه. النقطة التانية، تحددي كل مهمة ايه الحاجة اللي هتعمليها بالظبط. يعني مثلا لو انت هتنضفي اوضة، هتحددي هتنضفي الدولاب، هتنضفي السراير، هتنضفي تحت السراير ولا لا، فوق الدولاب ولا لا، هتنضفي الباب، هتنضفي الشباك، يعني ايه الحاجة اللي انت هتعمليها بالظبط، وتقسميها لمهام صغيرة، بحيث ان انا لو قضيت اول جزء ابقى فاهمة ان فاضلي قد ايه، اقيس مدى الانجاز. وطبعا ده هيساعدني جدا وهيشجعني ان انا اكمل. وفي نفس الوقت لو حصلت اي ظروف طارئة اضطريت ان انا اوقف شغل، لما ارجع اعرف نفسي هبدأ منين وايه الحاجة اللي خلصتها وايه الحاجة المفروض اكملها. النقطة الثالثة، ما تندميش وما تحطيش مهام اكبر من اللي تقدري تعمليها. يعني انا في بداية التنظيم هتبقى المهام عندي كتير جدا، مش هقدر احط كل المهام اللي انا عايزة اخلصها عشان انا لسه ببدأ. انتي حطي حاجات محددة وامشي بخطوات ثابتة وواضحة، وافتكري ان انتي كل ما تنتظمي اكتر كل ما المهام بتاعتك هتقل، يوم ورا يوم واسبوع ورا اسبوع وتنظيم ورا تنظيم، انتي الدنيا هتتظبط معاك. فبتندميش على اي حاجة اجلتيها، وحاولي تختاري بالمهام الاهم بالنسبة لك اللي هي هتفرق معاك في اليوم اللي بكرة وتشجعك ان انت تكملي. وافتكري ان انت بتنظمي علشان اعصابك تبقى اهدى، وعلشان اولادك وعلشان بيتك وعلشان زوجك، وان كفاية قوي الوقت اللي انت قضيتيه. النقطة الرابعة، لازم تلتزمي بيوم الراحة. يوم الراحة ده مش رفاهية، في عندك يوم اسمه يوم الولا حاجة. ايه اهمية يوم الراحة؟ انك لو جيتي بعد يومين او ثلاثة من بداية الجدول بتاعك وحبيت انك تريحي او زهقتي وعايزة تلخبطي في الجدول، هتفتكري انه خلاص باقي كام يوم وهتاخدي استراحة بدون تأنيب ضمير، فده هيحفزك انك تكملي وتستني اجازتك عشان تستريحي بدون اي تأنيب للضمير. في نفس الوقت اليوم ده هيساعدك، هيديكي وقت ان انت تفكري في الحاجات اللي انت عملتيها والحاجات اللي انت محتاجة تعمليها الاسبوع اللي جاي. النقطة الخامسة، الاكل. مهم جدا ان انت تعرفي انت هتعملي ايه النهاردة. ما ينفعش تصحي الصبح تقولي انا هعمل ايه اكل النهاردة. المفروض ان انت تبقي عارفة مسبقا انت هتعملي ايه اكل، والمفروض كمان يكون عندك مكونات الوجبة اللي انت هتعمليها النهاردة تكون جاهزة عندك في البيت من امبارح. ولازم كل اسبوع يبقى عندك على الاقل وجبتين او ثلاثة جاهزين في التلاجة للايام اللي صعبة او الايام اللي عندك فيها شغل كتير. النقطة السادسة والاخيرة، انك تصحي بدري. تصحي بدري مش لازم تصحي بدري يعني الساعة 4 او 5، انت طبعا احنا المفروض نصحى بدري عشان نصلي الفجر، دي عادة لو احنا اكتسبناها هنبقى اكتسبنا خير كتير للدنيا والاخرة. لكن انت ممكن تنظمي نفسك ان انت تصحي بدري عن ميعادك. يعني انت مثلا تصحي كل يوم الساعة 10، نظمي نفسك تصحي 8 لمدة شهر، ممكن تصحي 7 لمدة شهر تاني، لغاية ما تنظمي وقتك ان انت تصحي بدري عن ميعادك. ده هيفرق معاك كتير جدا. انا خليت النقطة دي للاخر علشان عارفة ان انا لو قلتها في البداية ما كانش حد هيكمل الفيديو، بس هي حاجة تستاهل ان انت تعودي عليها، عادة تستاهل ان تكتسبيها وتحطيها في جدول اكتساب العادات. واحنا طول ما احنا عايشين نحاول نطور من نفسنا ونغير من تفكيرنا. ويا رب اكون قدرت افيدك النهاردة، ويا ريت ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لنا لايك وتعملي لنا كومنت محفز.
لنا ايه العقبات اللي بتواجهك واحنا نحاول بإذن الله نحلها معاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.